بهذه السنة؟ الآن طبعا يمكن خلال 4 أيام يعني جمهور النجف يعني مشكور، لأن هو دا يدعم حسن أحمد في سبيل استلام مهمة نادي النجف، لأن تعرف نادي النجف يمر مرحلة صعبة، تغيير إدارة، عندك لا أكثر اللاعبين هاجروا، يعني أكثر من 15 لاعب هاجر من الفريق، فأكيد المهمة جدا صعبة والوقت قصير، فيعني يطالبون بحسن أحمد لكون أنه عندهم الثقة أنه حسن أحمد خلال 3 مواسم عمل مع النجف يعني حقق مركز ثالث وحقق مركز ثاني في فترة كورونا، من تأجل الدوري احنا بالدوري التاسع كنا ثاني، فأكيد من خلال ثقتهم العالية أنا يعني أكون شاكر لهم، وأنا يعني بخدمتهم بأي وقت من الأوقات أنه ألبي نداءهم، وإن شاء الله أكون ضمن خيارات الإدارة. جلست مع الإدارة، تحدثت معهم بخصوص لحد الآن ماكو تواصل على مستوى الإدارة، يعني نحن شاهدنا أكثر من مدرب مرشح، وتبقى القرار النهائي للإدارة، الجمهور يطرح يعني تجي ثقته بمدرب، لكن هو أنت تعرف الإدارة لها خيارات ولها سياقات عمل، ممكن هي اللي تختار المدرب اللي يكون أصلح لناديها.